اقولكم كنت ناوي ارمس وياكم ويا ياوي وناوي اسولف وني بصيص وعندك ودونك كم الله كتب اتعايزت عزمت اقرا المسجات اللي وخذ وعط ود ويجيب وكلام وسين وجيم وعندك ودونك ولا لا 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 يعني واسئله الها اولي غير مالها تالي يسالون عن القرحه ودواها يسالون عن القرحه ودواها عيست اخر شيء ابوي طلعت الساعه ولا هالحين طالع سكب ولا ميلس ها متفيزر بدلالي ودنياي وها شاهي وكل شيء والشريح يعني كان سبحان الله ما الله رادني ما الله سخرني لكم يا رب سبحانه على خير نرمس بكرة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبحكم الله بالخير والنور والسرور وجود مورنينج للي للمتمدنين عادة السلام عليكم صبحكم الله بالخير كيف حالكم كيف انتم وش اصبح تشوفوها وش مبلع ضميت اقول لكم واحد قبل ضميت ثلاثه وكلهم هروم من دايره روسا يوم انا موجود تحت درهم يشتغلون وانا ان كنت مش موجود والله يا ابوك ولا يحرجون ساكن واندثرت زراعتي واحد صبرت عليه 3 سنين واحد 3 سنين واحد 2 سنين يعني 9 سنين وانا صابر في صوحين الحمد لله من العام الله فكني منهم فتكيت قلت ابوي اللي بيع هذا من حسبتي تشوفوني انا حاد وياه في المواضيع وفي الكلام فلذاك الحمد لله الله سبحانه وتعالى وفقنا في هذا هاي لكن ابنهم زينين لكن واحد منهم ابوي 24 ساعه مدوخ واحد منهم 24 ساعه مدوخ يحط هذا الكنه المضغه نسوار ومخيس البيت وياكل بان وتحت الشيار كله غادي الدنيا كلها حمراء حمراء الدنيا غادية انزين والثاني يشتغل 5 دقائق وما يكمل الشغل يعني شغل بخمس دقائق ياخذ فيه 3 ساعات يعني طول نهاره تلقط اسوي شغلة بسيطة عسبتي البيت لا يتغادي ما يتشاهد انزين هاي بالها يلسة انزين واحد اسمه عمران الحين بيتي راني يشتغل زين هذا حمامة مسين لكن ابدا ولا بيحرج ساكن الا كان انا معالي راسه يعني عبارة كأني انا بشتغل فورمان بالرغم اني انا منيفهم اقول احط عمرك انت كأنك جالس في بيتك في مكانك يعني فمفروض انك شي تسوي شي تسوي شي تسوي صبرت شهر شهرين المشكلة اني انا حبالي طويلة فأجلس أتريى مدة طويلة أعطي مدى أصبر أقول في خاطري بيعتدل الحين بعد شوي اليوم بكرة اليوم بكرة ماشي فمشكلتي أنا الصبر مش مشكلتي الصبر مشكلتي أني أتبرض ما بهاين علي طعن في المعبود خير أنه أنه بيتعدل حالهم بيشوفون الطيب بيشوفون العامل الزينة بنكرمهم واللي يكرم واللي يعطي واللي يتصدق على الفاضي أتيهم الهدايا ويهم كل شيء لكن ما شيء فايدة نشيت أبوي تحوة الدم وحين منضمي يا هذا مهر يبناه مهر وايد زين لكن مهر كبير في السن كبير في السن وأنا أخيل حتى أمر عليه رجال نحن في الجواز مكتوب كأنها 40 أو 35 ومن الصدقة الشيفة فوق 70 وأنا أخيل أمر على واحد عمره 70 شاطر في النخل في النخل رقم واحد غير في غير النخل ما في هب لا يضرب شزمة ولا يحفر حفيرة ولا يقور ولا شيء ما يروم ما يروم دمراد أبوي إن صلاح حين تلقطونه حاشر الدنيا واليوم بخبركم عن سيرتنا ويجتنا وين بتكون هذا ميلة سيادة المتواضع متى عاد حين يسوي ميالس وميالس وميالس منو ييهن الميالس محد أبوي محد متفيج محد أبوي متفيج انزين اليوم سيارتي الله يحفظكم عندنا عندي شغل في المرور بنظهر ورقة سيائير كلهم بسميها أنا فبيصير الدريول بيودي أم محمد الدمام ها تبصير بريجبر انزين وتبتشل دواركة وياها بتشتل بيشتل الدريول عبد القادر
وبتشتل ام محمد ودواركا الحين هذا بنغالي وهايتشي بلاد هذا نيكينيا كانها هي دواركا بنصير نسوي لهم ويز حق سيره والمرور قالوا لازم يتي المرور او طرش حد يجيب الهويه ما تدري والبنس ما قصروا جزاهم الله خير قلت لا روح يا بيك معاني ان شاء الله اني بسير لهم المرور وبنخلص موضوع المرور بنضحي الورقه وشوف وين بعد بسير نسيت والله Good morning. Good morning, sir. How are you? I'm fine, sir. Finish? Yes. Thank you. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. صباح الخير. إيش حالك يا أبو أحمد؟ نعم؟ عفوا؟ شو تقول؟ شو ها؟ جاهز. بلا. أدري بأن شيء جرس. أنت حين تخبرني أن شيء جرس؟ زين اكيد زين حبيبي عبيت بلي الجرس ما شي فايده شو اخبارك شو اصبحت كل شيء زين رقم واحد بس خلاص اسير ايلس اروح ما شي بوسه ولا شي حبه شكرا 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 وين الحبه كبيره طلع بعد النخره وين سايره زين جود مورنينج تو انت بخير؟ دعم لا حبيبي هاك I miss you I miss you too good morning أنا too وهذا لون دلتنا اليوم الدلة زرقة وهاي مبرطم ملحف هاي الدلايب والله فنانات توهم طايحات بعد براطمهم ملحفات دلة زرقة الفناي زرق وهذا عصير وصلاح قلاصة شرباه قبل شيء وبعده هو هاي صحيحات يعني الحمد لله واليوم باجلة الباجلة العادية الباجلة الأمريكية الكبار في واحدة عن أربع اليوم شو عارف نسوي من الخبز اليوم طالت عماركم أيوة شباب اليوم شباب اليوم شباب الحمد لله نعمة بلا الحمد والشكر وطريقة الشباب للمتابعين اللي دا ترى موجودة على الانستغرام كل شيء مسجل بتقطون موجود وهذا خبز رقاق مثير اللي قلنا لكم بديل شو اسمه بديل اللبناني ها يكون لين وحمر تاكل به البيض والطماط والجبن على قولك هذا السعودي الشكشوكة والدنيا مطرجة نزيل وهذا الخبز المغربي نعم يبارك الحمد وشكر وينك على اللي تاكل وانت شو مشكلك الحين شو مشكلة منو انت البطه تذكر تقول بطه ايه؟ تقول بطه وتقول بابي بابي هي ما تقول صلاح اسمك صعب اسمك روحه صعب سيت وين جيت شو اخبارك ها بعد صبيت عيني حطيت كوعك في عيني الحين انت حطيت كوعك في عيني زين نزل يك طالع هناك تليفون تبنجح شو هذا وين صرت وين جيت اليوم بس ما صرت ولا مكان انا هنا كذا ما تريت جناب نزيل دباب شباب بيتنا لو بيت ابنو هني نزيل صبر وصرت عندكم خلف اليوم ولا لا ولا بس ولا تم بنضرنهم قبل ما تيجي تصير اسوي السبب اول أسد سبع يعني أسد اللي أخرك لا ما لا أسد سبع نزيل صبر عاد صبر اليوم عندك تمرين ولا ما عندك تمرين أيوه هي الساعة كم هلا الأذان عند الأذان إيه زين وينك وين الأذان حتى أنا مصر لا مو صبح صلاح صار شيء أخبار جديدة حقك بيصرفون لك البطاقة إيه بطاقة ذوي الهمم إيه؟ وبتحصل خصومات وبتحصل ابوي يدخلونك قبل الناس كلها وامور وايد قالوا اللي عنده ذوي الهمم الهم امتيازات في اشياء وايده قالوا الحين يبون صوره جوازك وصوره الهويه والشهاده الطبيه مال المستشفى اللي يقولون عنك انت ريال رقم واحد هي اللي تركب الواجب ريال رقم واحد التغيير الطبي وقالوا يجيب لنا صوره خلفيه بيضاء حق صلاح بنظهر لابوي البطاقة اللي هو يباها كله ولا صلاح شو رايك
شو تحكي؟ شو تتيرف بالقدر؟ تفلك الهمية يا أخ عليك صلاح. لا الحين اليوم بضطر أسلم الأوراق، أسبوع الجاي بنقوم بزيارة يوم الأربعاء، بقوم زيارة أنا وأنت بنزورهم. نشوف شو الخدمات اللي هم يقدمونها. مال رعاية مال المجتمع، تنمية المجتمع، شو الخدمات؟ أنا مثلا ما كنت عارف البطاقة هذه بيعطونك إياها، شو الامتيازات اللي فيها؟ أمس إلا بالصدفة وكلمتهم قالوا أبوي هذا كل الناس تسويها، أنتم ما تدرون. قلت نحن ما ندري، ما حد خبرنا. قالوا عاد المشكلة مشكلتكم أنتم. إن شاء الله. أونلاين كل شيء يستوي. قلنا لهم نحن عادة، شو رأيكم تفيدوننا تفيدون المجتمع؟ قالوا الوقت أبوي اللي بتشوفونه مناسب تعالوا. حددنا موعد وياهم صلاح يوم الأربعاء، بتصير أنا وأنت. أربعة. هي الأربعاء. لازم تروع قال. لا ماشي أحمد. بتغم غترة عقال أحمد؟ إيه؟ نزيه أنت ما عندك غترة وعقال؟ لا يلتشد مالت العيد ويني؟ أحمد شل شل أحمد نزيه نزيه زاغدني تراك على فكرة زاغدني نزيه شو حينه؟ أسبوع الجاي يوم الأربعاء مثل الحين صراحة مثل مثل اليوم موعدنا وياهم الساعة 11 ني في شارع المرور. لكن صلاح لازم تكون تلعب السفرة وعقال كل شيء نزيه وقال وبن على الفرن العلوم هم بأخبارهم كل شيء منو جاي هذا حد وياك تعالي 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 دواركا good morning everybody say you are not talking with دواركا long time speaking which is speaking 2 minutes less than 1 minute هذا نار مش وين انت مجنونه صراحه تمشي وتحرج عمرها هاب تحرجي عمرك بيتنا بيقولون بوجات لنها خلاص هذا وين 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 هذا الكلاس هذا النحر انا اسوي لا 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 شو بلا هي انت هي سؤال اي نيوان مجل بس خارج يدها حق الله راس عدوان الله هاي كوتي انا هذا لونها ما داني القهوه الرفيعه داني القهوه الغليظه ما بغليظة عاد حبر سوداء لا تكون تحراها مغور فيها زعفران حمراء القهوة الحمراء أنا أحبها ما بالسوداء السوداء مرة ما دانيها والمبحلقة ما دانيها أداني النمونها هلا تشوفونها ما تبين قاعة الفنيال ها قياس قهوتي صحت قهويته بتولو بعك أذني عاد شار حاضرين حاضرين يا ولد أحمد حاضرين تامر 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 يا ابو احمد فنياله المسبوعي لو في داري غضاه يلا حبيبي باب عن ابوك صلاح بسير شوي الزراعة وبين زين ثانك يو الحين دخل الله يحفظكم موسم الجوري اللي هو المحمدي الجوري المحمدي هذا يحتاج حينه تسميد وتسميده يستوي كل كم كل 10 أيام 15 يوم كل 10 أيام 15 يوم اسمدوه يسمد كل 10 15 يوم الجوري هذا طريقة تسميد الجوري أحب أخبركم شيء طبيعي يبغي له نحاس شيء مركب يسمونه نحاس وشيء مركب الحديد هذا لا بد ولا عذر منه هاي مركبين وايد ضروريات يبتاعن في محلات الأزهار وين يبيعون سمان الزراعة له اسمهم اللي يبيعون يعني اغلى الاشياء الزراعيه اللي يبيعون الاشياء الزراعيه عندهم نترات الحديد نترات الحديد اظني اسمه وينك شو اسمه شامبيه تعال سويت هذا سماد كامل خلاص ما شاء الله عليك شو الاولي والله 3 أيام ياخذ يريد شو يسوي سامبل حق نفرات كيف انت يسوي سماد حق هذا حق الهمبه حق الورد إيه أقولكم هاي شوفوا أحي الهمبة شو الهمبة هذه مثلا غلة ورق جديد تدرون متى مفسولة هذه متى مزروع الله يحفظكم يمكن من مش أكثر من أسبوع شو ما شاء الله ها معناته أنه ضربت بعرج خلاص ما تشوفونها ضربت غلة ورق جديد هذا خلاص أبشر بالخير حين خواته توهن باديات حين عادة بعد أسبوع 10 أيام بنشل عنها اللي يريد هذا وعلى فكرة موسم تنزيل الفيفاي اللي اتفقنا ورمسنا من قبل وقايلين
ان الفيفاي يبذر شهر كم ينبذر في الارض. هو جاي وراي بيراوينا طريقه تسميد الورد. هب الحين اسر شوي بتكلم، انا عندي دقيقتين بارد. انزين ثاني دقيقه بعدين تعال 2 منت. بارك الله فيك. انزين نحن اتفقنا وخبرناكم عن طريقه الفيفاي ومتى يبذر ومتى احسن وقت له، ورمسنا بدال المره 10 مرات 20 مره وكل سنه ارمس الموضوع هذا، لكن ما يعطي مش غلط اني انا اذكر الموضوع هذا مره ثانيه. وشو انسب وقت وشو احسن نوع بذر؟ البذر اللي نيبه من كيرلا من الهند، قريطيسه طول الكف تدرك بسعرها 20 درهم، يمكن فيها 1000 حبه فيفاي، 1000 بذره. البذر هذا الله يحفظكم يشت ينزرع ينبذر شهر كم؟ شهر 7 عز الحر، لكن ينبذر في وين؟ لازم مكان مكيف اللي هي المحميه الجرين هاوس، لازم في القوطي 7 و8 و9 و10. شهر 11 شهر 11 من بداية شهر 10 يتظهر من الجرين هاوس، يتم تحت الجريل، لازم طول القورة تقريبا ذراع، لازم طولها ذراع وينشون الله يحفظكم عقب ويظهرونها تحت الجريل خضر فيها النمونة ويخلونها في الظلة حسب ما تيها صدمة شمس للشيرة اللي هي الفيفاي هاي اللي تو مظهورة. نزيل ويوم يعدي الحين هذا الوقت شهر 11 تنزرع تتنزل في الأرض قبل ما يشتد البرد، لازم وقت الحينة تتنزل الحينة شهر 11 تنزلها شهر 11 القورة. زين حطيت 11 و12 و1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 بعد 9 شهور تاكلها ويرطب يوم تقير لنغالة. من يبشر النغال تاكل الفيفاي ويرطب يطيح. نحن تأخر السنة فيفاينا 3 شهور. شو السبب؟ لأن نحن العام نزلناه في شهر 1 فلذلك كلنا منه الحين وايد متأخر. يعني شفتوا اللي جاي مخالف طايح في وقت غير وقته، يعني ونادر انه يغدي زين، لكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل والله لطف بنا وطلع انتاج السنه احسن عن كل انتاج. هاي روحها نعمي والحمد والشكر. لكن الاحسن انك تنزل الشيره الجور الفيفاي الحين، هذا للي بياكل فيفاي. شوف الفيفاي اذا تزرع الوقت غايته وقت الحين تنزلها في الارض ويكون مبذوره البذره، مبذوره البذره شهر 7 ونزلتها في الارض الحين، تازم ثمرته من تحت الأرض، تبتدي ثمر الفيفاي من تحت الأرض لين فوق، لازم هالنمونة مثل القماش منضود لكن لين الأرض، وهو يسير وانت ساير بهالطريقة. أي حد يحصل بذر داخل الفيفاي ما يصلح، ما في فايدة، لازم البذر يجي معالج جينيا، معدل جينيا. لا فرق بين المعالج جينيا والمعدل جينيا. المعالج جينيا ما تيها امراض، ما تيها افات، يظهر الحين اللي بتزرع انت تاخذ من الدكان بيض بيقول لك والله نحن يظهر عندنا فيفاي، الفيفاي يظهر ذكر، هي بيظهر ذكر لانك ما اخذت منظف وعدل، اخذت كانك والله اللي بتناسب بيبون الا اسم رجال يابا ولقطه من عند الباب 600 رجال ويوزوا بناتهم عسب شي حرم ابوي ما تكمل شهرين الا تطلقت لانك لقطت لها خمام السوق ويوزته بنتك. فلذلك اللي بياخذ حق بنته ياخذ خيار الريايل ما حسن اخلاقه ودينه وما شيء وايد طويل معك الكلام ما اعرف عاد وايد الكلام. انزين الفيفايه تزرعها الحين وتاكل منها وخلصت وتبذر اخذتها عدالها تحط هاي الحين الجديده اللي الحين بناخذها الجديده تنزرع هنيها، هذا مكان زراعتها وحده هني. زين والثاني عدها هني، خلصنا الزراعه يوم بتنتهي غدا على متر ونص خدت هذه لعدالها تنعق. شو السبب؟ ما شيء مشكله خلها، لكن بتعطيك انتاج الحول ربع الكميه، فشاء الله حاد انك انت ما شيء كالف
ما شيء كالف تعطيك ربع الكمية، خلي تعطيك 100% إنتاج من اللي جديده، ما شيء كالف حق شو؟ وفي فايتر ما يبز ماي زيادة كذا. أكثر شيرة في الدنيا العودة حساسة هي الفيفاي، الفيفاي أي تعفن جذري على طول تنجلب نهار ثاني، نهار ثاني سلم عليها. هاش عندك؟ يلا حين بي قصر على الضوء حين جاي منك. يلا تعال مهر، مهر حليلك يا مهر. شامبي كيف سويت سماد؟ هو ترى ما يعرف هذه تحت إرشاداتي أنا. ها شو الطريقة؟ ها يحفر تحت تحت أيوة بس شفتوا هذا الطريقة. ها سو بعد هذه هني ثاني. بعد 10 أيام يحفر هني، بعد 10 أيام يحفر هني، وانت ساير وانت ساير. هاي سمعت هاي؟ هي كله والياسمين؟ كله كل شيء؟ كله. هاي بارك الله فيك. هذا مع البيت قدام هذا وراء. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. أنت رقم واحد. أنت نمبر ون. الحمد لله. شكرا يا شامبي. شامبي. شامبي أبو المرق. يا صبر هاي أغنية غن معاي. يا شامبي يا أبو المرق شلك راعة. الله يحفظكم. المرية اللي تحيدونه من كم من يوم قبل أسبوعين، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. مرية مرية للذهنة دواء بالعود. اي بشيركم أبوي إنه خلص، وقف 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 وقف. وحين عاد البارحة وصل أبوي الزبد من المزرعة وركبنا على الضوء، ومن أصبحنا وهم يشتغلوا وحين على زاهبه الدواب صافي ما فيها نسبة رطوبة ولا 1%. فلذلك الحين موعد يحطوا لها دويات. أخذكم يوم الأربعاء تاريخ 24/10. أبوي ودوابتنا زاهبة. هاي يوم يقول الدهنة مقمشة، هاي تقميشة الدهنة زاهبة رقم واحد. الحين صافي صافي ما فيها رطوبة ولا نسبة 1%. الحين الله يحفظكم وقت حط الدويات، فتازم الضوء، تازم الضوء خفيف لين تسير وتذهب. فتاز يعني أقصر ما يكون الحين الضوء تكون أقصر ما يكون. المرية اللي قبل ما شاء الله شو الصفة والدهن هني، ها تحيدونه بدباب وشي غراش وقف. ما شاء الله الطلب وايد لأن الشيء زين اللهم لك الحمد. فلذلك الله يحفظكم. نحن يازم مريال هذا الحين على الضوء مثل ما خبركم، على الأقل على الأقل من الحين يبالي 3 ساعات. الناس يقولون وايد تخلي الضوء تيم، معلوم انه وايد، لكن نحبتنا نخدمها على نار هادية. الناس اللي من غير اللي يقولك والله تجهز الدهن بسرعة، تجهز الدهن بسرعة معلوم إذا أنك تشلوطها مال هوي هوي. نحن اللي نسويه أنا بخبركم، نحن طريقتنا في الحم مش طريقة تجارية، لا طريقة تجارية الله يحفظكم. هذا مال يكا وعطبيزة مال خدمة قنبو عبود. نحن اللي نخدمه للعرب شرات اللي نخدمه لبيوتنا، ما عندنا شيء خاص لنا وشيء للعرب، لا نحن اللي نخدمه العمارنا والبيتنا. وهذه طريقته من أكثر من 36-35 سنة. الأول من طرف البيت البجير، وعقب أبوي ما وبلنا هنا البقر. يوم اللي شفنا هالنمونة لازم تعاقدنا ويا الشركات، شركات المزارع الأبقار في الدولة ما شيء كثرهم. يوم أبوي وقف من مزرعة أخذ المزرعة ثانية، مزرعة ثانية، وعلى هالمنوال من هالكثر وقت نودي أبوي البيكاب عندي حملنا هالمعلومة كل حد يعرفها، لكن بعيدها مرة ثانية لجل المتابعين اللي داد. فنودي المريال الله يحفظكم بالبيكاب، يازنون السيارة بمريالها فاضي، وعقب دبولين عينه المريال هذا يشل 470 كيلو تقريبا نص طن. فيبونه ونعدله وننظفه، فالأربعمية وسبعين كيلو هاي يتبخر منهم ما يقارب 170 إلى 150 كيلو، هذا بخار ماء الماء. فتازم الدهنة صافية، فلذلك الدهنة الصافية ما تخترب سنة سنتين ثلاث، لأنها مملوحة ومدواية وفيها سحيحة، فلذلك ما تعول.
ما تعول لو بتكمل لو بتكمل سنتين ثلاث ما تخترب الدهنة إلا إذا سكتها اليد أو حد صب فيها ماء، فلذلك هذا اللي يخرب الدهنة. وريحة تازم خنينة وما تعود الحين يوم الوادم اللي من غير يوم يأخذون دهن العادي معلوم يقولك هي نعم واثقين منهم بقرهم قدام عيننا وخدمه قدام عيننا وحامين زبدهم قدامنا معلوم كله صحيح، لكن نسبة الرطوبة موجودة في الدهنة لازم لين تقمش الدهنة تبخر عنها المكامل، ولازم على ضوء هادي هذا اللي شروطون الدهنة. فلذلك أول ما تشتريها عنهم الدهنة تعطس من ريحتها، من ريحة قوة بهارها تعطس ريحتها خنينة. اصبر يومين بتروح ريحتها قدت مخنزة، شو السبب؟ ما حد سكها وهي على ما هي عليه الرطوبة، ترى فيها تحومط شرات سحبيب مكنوز وانضامت وما شيء شراته. صب في قطرة ماء، صب في فنيال ماء وغطه، تعال عقب يومين وطني غدا وادين عاد يعرفون وطني. وسبب استمراريتي في خدمة الدهنة ان الجماعة اللي ضارين ياخذون من عندي من 30 و 35 سنة من ايام حياة ماي او من قبل اول ما سوينا البقر من يوم انا ياهل، ما زالوا كانوا وما زالوا كانوا وما زالوا يستعملون يبون شافين علي. فلذلك ليش انا ليش انا اودر الشغله هذه مدام الناس ضارين ومتعودين على الشيء هذا؟ لا والله طيب استمر عليه ودفعت بل ان شاء الله ما شيء ربح، لكن فايده ما شيء، فايده ما شيء. الحين هذا القز والدباب والغراش والدويات وجيمه هذا كله يظهر حد حد، يمكن اظني في كل دبه شيء 7 دراهم، ساعات يوصل 7 دراهم وساعات ينزل الى 3 دراهم اكثر ربحيه في كل ده. والنص طن هذا نص طن اللي يتبخر الثلث يتبخر الثلث ويتم يا ربي الذباب يخليني انا ارمس والله اني ادخل في عيوني داخل. ها شفت الثلاث الذباب وايد ذباب، والذباب ابوي عاد ما بيخوزه الا المطر، يا الله يا رب المطر. مثلا كسيف ومدفى، كسيف ومدفى الله يحفظكم، هذا من متى؟ هذا دار عليه الحول، دار عليه الحول. الحين نحن ما بنعقه، عطاه شو اسمه شامبي، واللي يحفر تحت اللوم ويدفنه، يسوي حفرة تحت اللوم ويدفنه. شكرا. اللي تخبرون يقولون من وين نحصل بذور الفيفاي؟ بذور الفيفاي اللي عنده حد بشكار هو شيء مليون نوع بذر، لكن انا مثلا افضل البذر هذا اللي يجيبونه من كيرلا من مركز الابحاث عندهم في الجامعه، شيء يبون بعد من امريكا من هاواي يبون يطلبون اونلاين ورخص التراب يعني، لكن يباله طريقه الزراعه متى وين وايد هي لشيره الفيفاي حساسه، والتوقيت يعني اللي بيزرع الحين بياكل من هالحول اذا الله اراد. لكن شو السبب؟ لان اذا جاء وقت تزهير الفيفاي وفوق هالشمس، الشمس قوية فوق 35 و40، هذا ما تحصل منها فايدة، ما تعقد الوردة، لأن وقت الإزهار لازم يجي وقت براد، نية وقت براد تراه عقدت وشتشت لك اليد من تحت لين فوق، يغير أنية وقت الإزهار، أنية وقت الإزهار في الحر شو بتحصل من الفايدة؟ الحين أنت يوم بتزرع البذرة في الحينة مثلا وبتزرع وبتنزلها في الأرض شهر 3 ولا شهر 2، شهر 7 بتبتدي الزهرة، شهر 7 في الزهرة هذه بتحرقها الشمس 55 و60 خيب أقولكم بيتخفي تأمين 55 و60 درجة الحرارة أو 57 ما تتم ما تعقد، فلذلك يحت. فالمقصود منه أن الوقت الإزهار ما يكون في حر. الحين اللهم لك الحمد الأبحاث وايدة والجامعات وايدة ومراكز التطوير وايدة، فمن أونلاين تقدر تطلب اللي تباه تقدر تطلبه ويوصلك لين مكانك، لكن أهم شيء أنت تتخبر شلي هالكوب خالي، تتخبر شو الشيء الزين شو الشيء المفيد يعني، وكل إنسان على اجتهاده.
انزين عاد الحين مسدت زقريته ومسدت تعديل ومتترويح ومسى شيء الفنان اللي ما شيء شراته. فرد الموضوع ان الله يحفظك اللي كلمتكم مساء عنه ان البذور موجودات شيء اشياء موجوده في من امريكا تطلب. انا جبتهن اول ما تحولت البيت قبل 10 سنين وزرعت منهن وشيء كان وايد جميل وايد زين. ولكن حصل الرجال هاك اللي كان يجيب لي ما ادري بوين ارضى وين سماه انشرم. سمعتوه يقول لك شرمت لزاق. قضيت حياتي ولالي في الهوارات رجال من هالدبي. صلى المصلي لامر كان يطلبه فلما انقضى الامر فلا صلى ولا صام. هذا ابوي الرجال كانت الصداق لاجل مصلحه معينه وتريى خلص شغله اللي هو يرمي اليه وسوى الشغله اللي يباها مني انا. في يوم تكون الموضوع اللي هو يباه شفتكم ولا شفته. فحد من العرب شي صداقتي يعني هالنمونة ربي يخليني خطف عادة هذا خطفكم ما خطف يدي يعني عند الإشارة ويتختل. زي الإشارة خضراء شو ترى يتختل مرة يعني تحرى بيسرق. فأقولكم البذور في أنواع وأشكال كل إنسان على حسب البيئة والمكان اللي هو ساكن فيه يعني. والفي فايف هاك من أروع ما يكون هذا السر أنها تنبذر في الوقت الفلاني تبذر. هنا عملنا هذا وقت البذر يعني كمعلومات عام الناس كلها تعرف. لكن سبحان الله حد من العرب اللي كانوا ما يتابعهم من قبل ولا شياته يعني لا أفيدهم بالشيء اللي أنا أعرفه وتتخطف علي وطر وأنا أجرب الموضوع هذا. وكل سنة الإنسان يتعدل في المعلومات ويزيد في المعلومات ويزيد في الخبرة وينصح الناس اللي من غير الأخطاء اللي هو صادفه يكون ينصح بها الواد من غير اللي من غير يكون ما تطيح بها وتطيح في نفس الأخطاء اللي هو طاح بها سواء في بنيان في زراعة خوص في أي شيء في أي شيء. كل منكم زي ما عليه زي بتقولوا وين ساير أنا الحين ساير الله يحفظكم المرور ساير المرور. المرور هذا أي دري واللي يقدر يحل المسألة ولا هذا اللي أنا ساير على سبه. وقالوا لي المرور لو طرش دري ولا طرش حد ولا شيء هذا بنحل لك الموضوع اللي أنت تباه اللي هي الورقة هاي حق سفر السيارة. يا غير بارك الله فيكم ما عندي شغل وقلت في خاطري روحي بسير ليش يعني أتري أو أطرش حد. ما ظهرت الأمس ما ظهرت ولا سرت لا شرق ولا غرب في خاطري اليوم بسير وسبطيح نقلة عني وافتك في الصدع والديان ونكلم بعد الحدود. لازم نكلم حدود السعودية الحين في الطيارة وديت أنا تشد خدامات كم مرة وياي في الطيارة من المركز من المطار تدفع الرسوم اللي هي مالت الإقامة الخدامة كان 6 شهور ولا 3 ولا شهر ويخلونك تدخل خدامة ولا خدامة اللي تباه. هذا مركز المرور اللي انا سائل حسبه اسم مركز الاول اسمه مركز المرور المرور الاول يسمونه الحين مديريه ترخيص السائقين والاليات. يعني هذا الاول وين سائل سائل المرور وين جاي من المرور وعلى هالمنوال. الاول اسمه سهل وكل حد يجيبه الحين لا مديريه شو حكومه ابو ظبي مركز خدمات السعاده المتعامل شغله كل شيء ايجابي شيء نافعين به المسلمين. الأول ما تسير المرور تأخذ تقبض سيد وتجلس تتريى. الحين أبدا سيرك وياك وكل أصلا ما حد يسير المرور الحين سيرة المرور ما حد يسير لها. كل شغلك مكان ضيقها ما برم بركن فيه تخلصه أونلاين من سوى والابليكيشنات حق العرب كلها فكة والناس كلها من الصدع والديانة والناس كلها بوي تقضي حوايجها أونلاين. فكوا العرب والله يزاهم الله خير اللي سووها الخدمة. يلا بنام سعد خلاف زين بنسولف خلاف بنرمس نعطيكم الأخبار والعلوم كل شيء بخبر. حتى دقيقة ما أخذت بين دخلتي وظهرتي. يلا وزحبت أبوي ها وتيه كتابه بيمينه كان بشماله أنا حينه هي والله قبضت ابويا اوراقي
وخلص اعطونا ابوي شهاده تسفير انك يعني تشل السياره شهر شهرين ثلاث، المهم انه طلعه وحده يعني سفره وحده الرسومه 100 درهم بس. افتكينا بصدع والديانه ما تحربت شغله طويله عريضه ترى ابدا حتى دقيقتين ما اخذت. قال تسمعوني يقول والله اخروني باخروا، هذا يا يكون عليه ابوي تعميم ولا سيارته عليها مخالفات ولا داعم وشارد، لان مرور ما ياخرون حد، هل بالمرور مره ما ياخر شو يبونك ياخرونك اصلا، اخروك عليهم كلافه تسوي شو يبونك يفيزرونك عندهم، ما يعني يبون الناس تبى الفكاك من المراجعين، ما حد تكدس المراجعين ما بزين في صالحهم فيبون فكاك منك لازم يخلصونك بسرعه. انزين حد من العرب يقول واسرت ما خلصوك اوراقك ما بكامله، معاملك ما بعدله يا رب الشمس ويهي، او انك يعني عليك مخالفات او عليك تعميم او نقاط ما تظهر الا انت امورك طيبه، خلص امورك بيخلصونك، تجاوز القانون ماشي. أقولكم اليوم غداية كالغداء العادي المتعارف عليه، مسوين السمان منها طويرات صغار مشواي وباستيلا خضراء وبروكلي، ما يبغى تصوير يعني لأن صورنا قبل لك وسيمت ودي الناس لا ملت من التصوير المتعارف عليه، له شيء غريب وشيء جديد ونادر بصوره. زين بتغدى بسفرتي وعقالي شو السبب؟ نسيبنا متوفي وإن شاء الله أني بروم الحق على صلاة الجنازة بيصلون عليه العصر في بني ياس، رجال كبير يعني الله يغفله ويرحمه إن شاء الله، إن شاء الله يكون يواحي لي أني ألحق على الجنازة، صلاة العصر حب أجي على صلاة العصر ساعة إن شاء الله أني أقدر ألحق يعني إذا الله راد. قلت لهم والله يغرفون غدا قبل شيء وبعده، ومبارك العمودي نسيبنا الله يغفر له، مبارك العمودي متوفي. الأخوة هنا ولدت الحليم أول شيء الحليم طيب. يا حضر جنازة نسيبي سبحانك يا رب، بدل ما صلي على شخص واحد على جنازة صلينا على خمس جنائز اللي صلينا عليهم، ثلاث ريايل وحرمتين، شوف يوم الله يكتب لك النصيب. الحمد لله رب العالمين. وحضرت الدفن يعني اليوم تبارك الرحمن رزق وفير من الأجر، اللهم لك الحمد، هاي يوم الله يكتب لك الرزق ونصيب، يا الله يا رب تغفر لهم ترحمهم وتكرمز لهم وتصبر إن شاء الله يتم على فراقهم يا رب العالمين، تغفر للمؤمنين للمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الله عليك، حد يسوي سيلفي في مقبرة؟ والله هاي الصدفة ترى صدفة مقابر؟ لا لا إله إلا الله، الله يغفر لهم إن شاء الله يرحمهم. أنت منو متوفي عندكم؟ إحنا عندنا محمد علي. إيه حسين متوفي عندنا. من أهلكم؟ جماعتنا. أنا شكلك أعرف عقل النظارة يمكن أتذكرك. والله ما أتذكرك والله. فنان أنا كنت في الإمارات أيام كنت فنان. عزيف عود من حفل المقبرة؟ والله العظيم بس أذكرك تذكر بعد عزيف عود؟ الله أكبر عليك استغفر الله العظيم. نزيل وانت وين ساكن؟ نحن الأول في مدينة زايد وانت؟ ونحن في نادي الأهلي القديم. شو اسم فريجكم؟ فريجنا فريج الخدام. لا إله إلا الله بعيد يعني الله يحافظك إن شاء الله. الله يسلمك يا أبو خير، رمسك لك من حفل المقبرة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يا الله يا رب تسامحنا وتسامحهم إن شاء الله. الله عليك، حد يسوي سيلفي في مقبرة؟ والله هاي الصدفة ترى
صدفة مقابر؟ لا لا إله إلا الله. الله يغفر لهم إن شاء الله يرحمهم. تبنوا متوفي عندكم؟ إحنا عندنا محمد علي. إيه حسين متوفي عندنا. من أهلكم؟ جماعتنا. أنا شكلك أعرف عقل نظارة يمكن أتذكرك. والله ما أتذكرك والله. فنان أنا كنت في الإمارات أيام. كنت فنان؟ إيه. عزيف عود من حفل المقبرة؟ والله رب العظيم بس أذكرك. تذكر قاعد عزيف عود؟ الله أكبر عليك. استغفر الله العظيم. زين. وين ساكن؟ نحن الأول في مدينة زايد وانتو؟ ونحن في نادي الأهلي القديم. شو اسم فريقكم؟ فريقنا فريق الخدام. لا إله إلا الله. بعيد. على الله يحفظك إن شاء الله. الله يسلمك. يا أبو خير رمسك لا بنحب مقبرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا الله يا رب تسامحنا وتسامحهم إن شاء الله. أبوي ما سمعت. محمد. الله يسلم عن أخوي محمد. محمد توفى. توفى قريبة. إنزين. ثانيين سعود توفى الله يرحمه. سعود وعبد الله. عبد الله. عبد الله توفى الله يرحمه ومن روحه لنا. تامين انا وانت بس. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله احنا ماشيين ترى في الدرب. لا انت جدا ابوي برايك ما لا لا ابدا لا جدا ما عليه عادي والله الشيخ وينك ويا تول هو باجي. الله يحفظك. جدا برايك مرفوس. الله يسلمك. انا ابوي ما فيي من الحين تو الناس. مساكم الله بالخير. مساكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. شيء طبيعي بحد الحزام بيقولون بلاكم حطيت الحزام الحين بحطه صبروا علي. انا ابو ايه اكيد بحد الحزام صبروا. ما شاء الله علي ما زيني. تبارك الرحمن. زين. ايه ايه عاده. وقت الحين المعاشر والدفان كلنا بوين وجف حد سيد وحد رون سيد وحد شو بقولكم الحين امشي في مكان هباب تخط سيارتي شعره بلطمها اللي على يساري الحمد لله يلا يا رب انك تسلم سيارتي اي والله ما شاء الله العالم عالم عالم هذا لحمه 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 الشعب الاماراتي تتجلى في هالمواقف كلهم هل بالعزيات حضروا كل خمس خمس جنائز كل جنازة ما يخصها في الثانية لكن كلهم شوف وقت الضيج يبين المعدن الأصيل كل هالعرب تيامعت عند كل جنازة وأدوا الدفن وكل انحثى ثلاث أربع قفات على القبر ما حد ما يبي الأجر كم لك الحين يا الإنسان تبي الأجر هاي روح نعمة بارح الحمد الشكر العزة واجب واجب وقدر وأجر فوق هذا وهذاك أجر كم لك بالأجر أنت اللي تحضر الجنازة وتحضر الدفن كم لك كم قراط ما حافظ الحديث أنا لكن وايدات القراط وايد يعني اللي حصل الأدمي الأجر يا الله يا رب تاجرنا تاجر أمة محمد أجمعين يا رب العالمين وصبر هاليتم خمس جنائز كل جنازة ما يخصها في الثانية لكن كلهم شو وقت الضيج يبين المعدن الأصيل كل هالعرب تيامعت عند كل جنازة وأدوا الدفن وكل انحثى ثلاث أربع قفات على القبر ما حد ما يبي الأجر كم لك الحين يا الإنسان تبي الأجر هاي روح نعمة بارح الحمد الشكر العزة واجب واجب وقدر وأجر فوق هذا وهذاك أجر كم لك بالأجر أنت اللي تحضر الجنازة وتحضر الدفن كم لك كم قراط ما حافظ الحديث أنا لكن وايدات القراط وايد يعني اللي حصل الأدبي الأجر يا الله يا رب تاجرنا تاجر أمة محمد أجمعين يا رب العالمين وصبر هاليتم هذه فاكهة والفاكهة اسمها سفرجل اسم الفاكهة سفرجل والشاعر راشد الخضر جد عاد قصيدة في السفرجل خدلج خدج اللي كالسفرجل سفر بدر وسفر شمس وسفرجل تفضل بنعبر عبر سهالة يميل بالغلس قبل السفرجل نزيل اللي خدها هالنمونة شرات خد السفرجل هاي تدور لها دار
اللي هنمونا خد حشرات خد السفرجل تدور لها دار. مستحي وين الريل حين الويه الصالق وما شي شرات وما حد يقبل بها. خدها هنمون معفص وبمشبهن بخدش اللي كالسفرجل حشي ابو تدور لها دار. دور لها دار اللي هنمون خدها من صلى وصام ما حصل في الجنة مقام. وين قاطع الخمس حين اللي خدهن الصالق ما حصلان ريال. انت وين بتحصلي صلاح ما يعرف الموضوع صلاح مبارك مبارك سميدع سندع يغاف تعرفه توفى مات والله انا توني من البارحة من ياس بن ياس توفى الله كريم تعرف انه توفى ولا ما تعرف عارفه متى انا ما يعرف لا ادري يمكنك تعرفه عارفه لا لكن توفى مات دنيا راح دنيا 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 صح بس الله يرحمه ان شاء الله راح عند الله سبحانه وتعالى قول الله يرحمك مبارك الحمد لله الحمد لله يا صلاح وين عنصر المفاجأة وين ما كنت أدري وين الانفعال الله كريم كيف يعني بس هاي هردت الفعل ايه؟ الله كريم ايه؟ يا رجال ذكر الله هذا الموضوع كله مش. الله كريم بس معلوم ان الله كريم وين الانفعال وين نسيت قنب 10 يعطيك وقنب 50 هاك الايام الاول الاول ايه؟ ها كله سار على الفاضي ما في تحيك صلاح الهوية بنعطيك اياها باكر حبيبي احب نصورها بنطرشها اونلاين حق مال اهل بالشونه وزاره شؤون ايه نسيت اسمها وزاره شؤون المجتمعيه شؤون ايه؟ المجتمع ايه؟ نزي صلاح ايه؟ اوكي الحين صلاح حان يحن يحن يبقى الملكيه هب الملكيه الهويه بنعطيك اياها بكره الصبح زين ترى باكر يمكن شيء بحر مين انا مين انت لا انا موجود تعالي الضحى سير العصر انا البحر زين ثانك يو يبى تصير الحين ولا بتبات عندنا لا بالله انزين يلا الله يحفظك شوف كم ساعه الحين كم ساعه الحين كم عاد الساعه الحين كم هذا كم ما عرف شوف انت ما تعرف كم الساعه صلاح كم هذا وحيد احدان انزين يلا اتي رسائل وايدة من خارج الدولة ومن داخلها محتوى الرسائل على الخاص يطرشولي انك انت يا ابو محمد عزمت ما تطلع عندنا في الستوري مال السناب هاي المشكلة كملت اسبوعين ثلاثة الحين نحن لقطنا حل مؤقت للتفادي هالمشكلة والحل المؤقت برجاء اتباع الخطوات الجاية ندخل اول شيء ندخل السناب يا سلام يا سلام بسم الله نسير خلاف اعدادات سرنا الاعدادات ننزل لين مسح ذاكرة التخزين خلاف الدق مسح الكل بعدين مسح وخلاف حسنا في حال تم الوضع على ما هو عليه امسحني من عندك من اللستة وضيفني من جديد